بتفاصيل أكثر معنا على الهاتف الأستاذ سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص. أحييك يا أستاذ سامي. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على كل المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. تدخل جاء في الوقت المناسب من قبل رئيس الجمهورية بالنسبة للحكم المقدم أو من المحكمة الإدارية العليا، يعني هذا التدخل كيف سينعكس إيجابا على محدودي الدخل وأصحاب المعاشات، وما أهميته بالنسبة لهم؟ هو بالنسبة لأهميته لهم، وهيوضح ان في بدل ما كل مواطن او كل صاحب معاش بيرجع للقضاء، هو هيبقى حكم شامل للجميع. ولكن احب اوضح ان حكم الإدارية الحكم الاول والحكم الإدارية العليا في اختلاف في منطوق الحكمين، او مش اختلاف، هو تعديل الحكم الاول ده كان حاصل عندنا ان احنا مش قادرين نفسره او كيفيه التطبيق، فجت توجيهات السيد رئيس الجمهوريه اختصارا للوقت ان احنا نعرض على الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع في مجلس الدوله على ان يتم التنفيذ وفقا لمنطوق الحكم وراي الجمعيه العموميه لمجلس الدوله، الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدوله. نعم. الحاجه الثانيه اللي فرصه اشير ليها، اتفضل، قرار السيد رئيس الجمهورية بفض التشابكات ما بين وزارة المالية وبنك الاستثمار ورد أموال التأمينات، ده كان مطلب أساسي لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والقائمين على منظومة التأمين الاجتماعي، وده هيكون له أثر إيجابي وانعكاس إيجابي على إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي على المستوى القصير والمستوى الأجل الطويل. نعم، وهو أيضا هذا التدخل جاء كرسالة بأن مصر دولة تحترم النظام والقوانين فيها. هي مصر تجل قضاءها وتحترم قضاءها، ولا نعقب على القضاء ونجل القضاء، وقضاء مصر قضاء عادل. وبالأمانة السيد رئيس الجمهورية مهتم بمنظومة التأمين الاجتماعي، إلا أنه في عهد الرئيس السيسي لا يتم الإعلان أو الإفصاح عن الحاجة إلا لما بتتم، لكن هو مش دراسة وليدة يوم صدور قرارات التوجيهات للسيد الرئيس، لا، ده منظومة التأمين الاجتماعي بيتم متابعتها ومحل اهتمام من الحكومة والسيد رئيس الجمهورية لأنها تمس كل مواطن مصري. شكرا جزيلا الشكر للأستاذ سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع العام والخاص.